باشمهندس مصطفى، كنت حابب اسال حضرتك سؤال. حضرتك ممكن تيجي رئاسه اتحاد الكوره؟ انا رديت على السؤال ده يا كابتن، قلت في الفتره الحاليه ان بعد كده ممكن تيجي مجله لو طلب منك شركه الاهلي هي اللي الاتحاد تحتاج منا شغل. طيب اللي بعده باشمهندس مصطفى، حضرتك بعض الاعلاميين بيتهموك انك بتتدخل في البطولات ومنحاز للبعض، هل فكرت انك ترفع عليهم قضيه ولا ايه حضرتك؟ لا لا، ده حرية الرأي بقى يعني، لكن طبعا الحاجات دي الناس عارفة الحق من الباطل، وما حدش يقدر يتدخل في بطولات ازاي يعني. اللي بعده كنت بوجه لحضرتك سؤال، كانت علاقتك ايه باحمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي السابق، وهل اشتكى لك من اتهامات ابنك الله يرحمه في قضيه الفساد ولا لا؟ انت كانت علاقتك بيه ايه الاول؟ علاقتي بيه في الاول هو استعان بيا كمستشار، اساعده في تطبيق بعض الافكار اللي هو عملها، وانا من يعني مصلحه الاتحاد الافريقي بحطها قبل اي اعتبار، فحاولت اساعده، وبعدين هو قرر اختيار عمرو فهمي في منصب السكرتير العام، وده ما كانش كان بدون اي تدخل مني. انا قلت له ده قرارك انت اللي هتتصل بيه وتتكلم بيه، فاختار عمرو فهمي. وبعدين لما حصلت مشاكل بينه وبين عمرو فهمي، وكان عمرو فهمي على حق، هو قرر ان هو يستبعدني من كل شيء، برغم ان في حاجات اللوائح، ما انا عضو شرف في الاتحاد الافريقي ومن حقي حضور الجمعيه العموميه، هو لم يدعوني، وما قلت له انا ما ادعيتش، قال لي لا لا انت غير مرغوب فيك، فهو ده غير مرغوب فيك، غير مرغوب فيا، وده الفكر بتاعه فكر ضيق ولا يقبل اي معارضه او اي اعتراض على ارائه. طيب اللي بعده باشمهندس مصطفى، كل سنه وحضرتك طيب. كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس، هل حضرتك تدخلت في حسم المعايير الخاصه بحسم نادي القرن لصالح النادي الاهلي من سنه 94 ولا لا، ايام ما كنت في الاتحاد الافريقي، او كان في حاجه تانية حصلت في الفتره دي ادت ان النادي الاهلي يحصل على نادي القرن الافريقي بمعايير غير اللي اتحطها الاتحاد الافريقي ولا لا؟ اولا كل التوسعه والسلامه، و احنا ردينا على السؤال ده، ولو كنت انا يعني سنه 94 بعمل معايير عشان الاهلي يكسب نادي القرن سنه 2000، اعتقد كان زماني دلوقتي جوجل طلبتني او ابل شغال هناك خبير برامج وبتتحط يعني. كان يعني ازاي فكر ممكن واحد سنه 94 تفكر تعمل حاجة لسنة 2000؟ احنا عملنا صراحة عملنا معايير لسنة 94 لتقييم الأندية الأفريقية، وجت زي ما قلنا لجنة جت اجتمعت وأخدت المعايير دي لتحديد لإعطاء جايزة، بس ما هياش يعني جايزة يعني شرفية، ما هياش لها أي، لا كان فيها فلوس ولا عملت أي حاجة للنادي الأهلي.